الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، أحييكم في هذا اليوم ضمن انطلاقات هذا المهرجان الأكبر والأضخم في جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن العربية الأصيلة، الذي يشهد هذه المنافسات ويشهد جوائز نقدية ضخمة للعشرة المراكز الأولى في هذا المهرجان الأكبر والأغلى على مستوى الخليج، الذي يحرص فيه للمشاركة في كل مالك هجن وكل مضمر وكل محب وعاشق لهذه الرياضة ولهذا العالم الساحر. هذه الرياضة التي حظيت بالدعم الكبير والدعم السخي من قيادتنا الرشيدة، فكل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه، الداعمين لأبناء هذا الوطن المعطاء، الداعمين للرياضة والرياضيين. انطلق هذا الشوط في هذا اليوم في يوم الثنايا، شوطنا الرئيسي في يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر جماد الأول لعام 1444 من الهجرة النبوية الشريفة، والموافق 21 من شهر ديسمبر لعام 2022. انطلق أول أشواط هذا الصباح، انطلق شوط الثنايا الرئيسي، انطلقت الشعارات نحو أهدافها ونحو انتصاراتها، وبحثا عن تسجيل النقطة الغالية والثمينة بالتأكيد على أرضية هذا الميدان، ميدان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن العربية الأصيلة. أتقدم مباشرة مع جود، أول المنطلقات جود، وأحد الشعارات القادمة من ميدان الشحانية، ليتقدم سلطان بالنوار بن دخيل الله العتيبي من يقدم لنا جود، ولكن تسللت في هذه اللحظات وتقدمت في هذه الأثناء وانطلقت، نعم زعفرانة من تتقدم، زعفرانة مع المركز الأول، بدأت تتسلل مع شعارك يا بن ناصر، محمد بن ناصر بن شافي القحطاني من يقدم لنا زعفرانة، ولكن وصلت في هذه اللحظات، وصلت سولار، سولار وهجن سعودي برونكس للمالك قاسم بو ناصر، شعار الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل، المالك الحاضر المتواجد والحاضر في هذا السباق وفي هذا الشوط بالتحديد في هذه الرياضة الغالية على قلوب الجميع، في هذه الرياضة التي شهدت مشاركة عالمية، نعم بهذا الدعم السخي والكبير لهذه الرياضة التي وصلت للعالمية. ويتقدم مع سولار المضمر العالمي والخبير حمد بن راشد بن رايه المري من يقدم لنا سولار مع المركز الأول، المركز الثاني زعفرانة، ومحمد بن ناصر بن شافي القحطاني من يقدم لنا زعفرانة مع المركز الثاني، والمركز الثالث وصلت نايفة، نايفة في طريقها إلى القمة إلى المكان النايف، وحسين بن دعيكان بن علي بن حرب المري من يقدم لنا النايفة. المركز الرابع انتقل لأتابع هنالك جبارة وسفر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف من يقدم لنا في هذه اللحظات جبارة
مع المركز الرابع. نعم المركز الخامس هنالك جود وسلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي من يقدم لنا جود. هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في أول الأشواط في الشوط الرئيسي للثنايا الذي تواجدت بهذه الأسماء والشعارات وتواجد وحضر المضمرين من أجل خطف هذا الانتصار الغالي والنقطة الثمينة بالتأكيد. الله يا هذا الشوط الذي من أول أمتاره لم تثبت المراكز في مكانها، ما زالت متغيرة ما بين الشعارات في مسافة الكبار، في مسافة 8 كيلومترات، في مسافة التخطيط والتكتيك. يا سلام يا سلام، ولكن نايف نعم احتلت المكان النايف، احتلت القمة وتصدرت المشهد في هذه اللحظات. حسين بن دعيكان بن علي بن حرب المري من يقدم لنا النايف، ولكن هجن سعودي برونكس للمالك قاسم بو ناصر يعود في صدارته، يعود من خلال سولار، سولار التي تقدمت التي عادت إلى صدارتها، وما زالت المقدمة ما زالت المقدمة في حوار ما بين الأسماء المنطلقة في الثلاثة المراكز الأولى المنطلقة في موقع واحد، وما زال المركز الأول يتجول ما بين هذه الأسماء. ولكن سولار بقيادة الخبير والعالمي حمد بن راشد بن راية المري من يقدم لنا سولار، يقدم لنا هذا الشعار في هذا الشوط، يتقدم مع المركز الأول. نرحب بجميع الضيوف الحاضرين، نرحب بجميع المتواجدين، نرحب بجميع المشاركين والمشاهدين عبر النقل الحي والمباشر عبر القناة الرياضية الناقلة لوقائع وأحداث مهرجان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ولكن سولار مع المركز الأول، سولار بدأت تتقدم وتسير بهدوئها وبانطلاقتها الهادئة دائما وأبدا لتتقدم بشعار هجن سعودي برونكس للمالك قاسم بو ناصر بقيادة حمد بن راشد بن راية المري من يقود لنا سولار مع المركز الأول. المركز الثاني هنالك النايف وحسين بن دعيكان بن علي بن حرب المري من يقدم لنا النايف. المركز الثالث انتقل مع جبارة وسفر بن عقاب بن مساعد الزيد الشريف من يقدم لنا جبارة. المركز الرابع، المركز الرابع زعفران يا بن ناصر، والانتصار يحتار يا بن ناصر، مع من سيذهب يا محمد يا بن ناصر يا بن شافي يا القحطاني. المركز الخامس في هذه اللحظات جود وسلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي يقدم لنا جود. ولكن أعود بعدما اختتمت النداء مع جود، أعود إلى سولار، سولار التي في هذه اللحظات بدأت تكون هذا الفارق ما بينها وما بين بقية الأسماء التي بدأت تغادر بالانتصار من هذه اللحظات. يا براية يا براية، من يتقدم؟ من يعرف طريق الانتصارات جيدا؟ من يعرف الخبرة في الأشواط الرئيسية؟ لديه خبرة كبيرة وحضور دائم وأبدي في المهرجانات وفي الأشواط الرئيسية. بدأ يتقدم، بدأ يسير مع المركز الأول وفي مكان خطير مع مقدمة هذا الشوط مع سولار. سولار
الأمطار تتقدم، سولارو تسير، بإنجازاتها تسير مع هذا الشعار، مع شعار هجن سعودي برونكس للمالك قاسم بو ناصر. هل ستعبر السلامات يا براية؟ تعبر خارج الحدود إلى أبناء الولايات المتحدة الأمريكية، أم لبقية الأسماء رأي آخر؟ أم سيذهب إلى أحد الأشقاء في الدول الخليجية؟ أم سيبقى في الدار؟ يا سلام يا سلام يا سلام. ولكن النايفة بدأت تقترب، وأيضا معها الأسماء التي وصلت وبدأت تقترب نحو الانتصارات. يا حسين يا بن دعيكان يا بن علي المري، ووصلت الشايبة، الشايبة يا بن سعيد، محمد بن سعيد بن محمد بالكيلة العامري وصل بالكيلة مع المركز الثالث. المركز الرابع وصل الهاجري، وصل بن زومان مالك نجد، بندر بن محمد بن زومان المرسان الهاجري، من يقدم لنا نجد الانتصارات. وصلت المركز الخامس، هنالك بشاير راكان بن حمد بن علي الأربعان، من يقدم لنا بشاير. حصل دخول من الأسماء الجديدة في دائرة الخطر وفي دائرة النداء، والأمطار القادمة هي أمطار حساسة، هي أمطار فاصلة، سوف نشهد وإياكم فيها الكثير من المفاجآت. ولكن سولار بانطلاقة هادئة يا براية، الذي لا يعرف الهدوء في مثل هذه الأشواط، براية الذي لا يعرف الهدوء، والكيلومتر الأخير كيلو الإقلاع يا براية، كيلو الإقلاع يا مالك سولار، سولار سولار مع المركز الأول. هجن سعودي برونكس للمالك قاسم بو ناصر، وبراية والعصا في الإبطان حتى هذه اللحظات. ولكن بشاير بدأت تأتي لتزف البشاير، لتزف البشاير. يا راكان يا بن حمد يا بن علي الربيعان، الله 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 الله. بن زومان بدأ يقترب ومالك النايفة، ولكن براية، براية والشوط الرئيسي، سولار هي الأقرب. وصلت بشاير، بشاير يا سلام يا سلام، غيرتها وانطلقت نحو الانتصار. ركان يفجر البركان في آخر الأمتار ويقلع مع الانتصار. سولار بدأت تعود، وبشاير، بشاير وسولار، الانتصار يحتار ما بين الأسماء. ولكن سولار، 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 نعم إنه العالمية، إنه الخبير، إنه براية الذي لا يرفع راية الاستسلام أبدا، الذي دائما ما يكون حاضرا مع الأشواط الرئيسية. سلامي عليك يا براية، التهاني والنماس لهجن سعودي برونكس للمالك قاسم بو ناصر. تهانينا والف مبروك للمتابع والمضمر حمد بن راشد بن راية المرية. المركز الثاني وصلت في بشاير راكان بن حمد بن علي الربيعان. المركز الثالث وصلت في نجد بندر بن محمد بن زومان الهاجري. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت في النايفة وحسين بن دعكان بن علي المري. المركز الخامس وصلت في المركز الخامس الشايبة محمد بن سعيد بن محمد بالكيلة العامري. إذن متابعينا مشاهدينا الكرام، هكذا كان حضور هجن سعودي برونكس للمالك قاسم بو ناصر، وأول الأشواط الصباحية تغادر إلى خارج الحدود إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، تهانينا والف مبروك لبراية على هذا الفوز والانتصار. 13 دقيقة وثانيتين كان التوقيت الزمني، قاطعة سولار فيه مسافة 8 كيلو مترات. بالفعل تهانينا والف مبروك لك يا براية على هذا الانتصار، ومن قاد سولار إلى خط النهاية بأمان وخطف الانتصار. كان التوقيت الزمني في هذه اللحظات 13 ثانية 13 دقيقة وثانيتين. بالفعل حضره التوقيت الزمني مع أول المراكز متابعينا مشاهدينا الأعزاء.
نتابع وإياكم الأجزاء من الثانية، كان 14 جزء من الثانية. المركز الثاني بشاي الراكان بن حمد بن علي الربيعان 13 دقيقة وثانيتين و36 جزءا من الثانية. والمركز الثالث نجد بندر بن محمد بن زومان الهاجري 13 دقيقة و4 ثواني و74 جزءا من الثانية. تهانينا وألف مبروك للهجن سعودي برونكس للمالك قاسم بوناصر، والتهنية للمضمر حمد بن راشد بن راية المري. شوط جديد، وانقل المايك للزميل بدر بن جزاء الشمري.